انت زي ما انت قلت سامي، هو بيبقى في فترات معينه كده، فترات حساسه شويه، بعض زي ما انت قلت السوشيال ميديا بيبقى ليها هدف معين واضح. خلاص خلينا نتكلم معاكي بجزئيه، ان خلاص الامور دي بقت واضحه جدا للجهاز الفني واللاعبين. الجزء الثاني اللي عايز اكلمك فيه، ناخد كل ده، دايما بنحب ناخد كل حاجه سلبيه بنطلع منها حاجه ايجابيه. يعني انا من وجهه نظري الشيء الايجابي في الموضوع اللي انت بتتكلمي عليه يا سهام، وان في دوشه على اليو ديانج بالذات الفتره اللي فاتت، متالق بشكل كبير جدا، ويعتبر من اهم وافضل الصفقات في خلال 10 سنين للنادي الاهلي. خليني اقول لك ان كمان دوت ممكن جدا يبقى، انا باخده بالحته الايجابيه، ان يدوا دافع كمان لاليو ديانج، ان خلاص انا لو جاي لي حتى عروض اوروبيه، لا انا بستعد بشكل كبير جدا للمباراه النهائيه، لانها هتكون محور انظار مش افريقيا بس، انت بتتكلمي النهائي الافريقي للتشامبيونز ليج، الناس كلها بتتفرج عليه، لو في ايجنت حتى في اوروبا بيتفرجوا على دوت، فده يديله دفعه كمان لو الكلام ده صح. يعني انا باخد الحته الايجابيه. والجزء الثاني الايجابي، احنا عارفين ان اليو ديانج من زي ما بقول لك من افضل الصفقات جت للنادي الاهلي، ولد لسه عنده 22 سنه، لعيب صغير، وبالتالي ممكن جدا، وارد، انا قلت الكلام ده في البيت الكبير، ان ممكن جدا اداره النادي الاهلي واداره التعاقدات تعمل عقد ممتد، يعني هو حتى لو عنده عقد لمده 3 سنين او 4 سنين، في مرفق العقد ممكن كمان الولد الصغير 22 سنه لما تمدد كمان العقد، او تحط شرط جزائي كبير جدا في حاله لو خرج لأي نادي، يبقى فيه شرط جزائي أو يتحط في العقد إنك لو جالك عرض احترافي أوروبي هيدفع فيه مبلغ كذا، وبالتالي كمان اللاعب يطمئن بشكل كبير يكون جدا، يكون أكثر حماسة. فأنا دايما بحب أخد الجزئية اللي ممكن يبقى فيها مشاكل شوية أو إثارة اللغط، إن احنا ممكن ناخدها إيجابية، إن احنا عارفين، وأنا متأكد وبقول لك وبأكد لجماهير النادي الأهلي، إن إدارة النادي الأهلي وإن اللعيبة على مستوى عالي جدا من الاحترافية، إنهم عارفين الكلام ده كويس، إن في اللحظات الحساسة شوية بيحاولوا بقدر الإمكان.